الأمور، التربية ممكن تكون مفتاح النجاح بتكوين شخص سوي وفاعل في المجتمع، قادر على تحمل مسؤولياته. القيم والمبادئ تبقى مجرد معاني إذا لم تترجم عبر نهج تربوي من الأهل. كيف ممكن أن نرسخ القيم في عقول أطفالنا وأن تتحول إلى سلوكيات بحياتهم اليومية؟ طبعا كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها مع الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة في علم الاجتماع في جامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتورة تغريد، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك. بداية خلينا نحكي، يمكن اليوم تربية الأطفال صارت مسؤولية كتير كبيرة صعبة تقع على عاتق الأم بأغلب الأوقات، ومع تطور التكنولوجيا والوسائل الحديثة صار صعب ضبط الطفل، يمكن لأنه بالتربية ما عاد تتشارك فقط الأم والأب، صار عندك المجتمع، المحيط، العيلة، المدرسة. خلينا نحكي عن تربية الطفل اليوم، قديش الأم قادرة تربيه تربية على مبادئ أخلاقية وبتقدر تضبطها؟ صحيح، الحقيقة هذا وقت كتير صعب على الأم وعلى الجميع جداً. بحيث أنه نربيهم على قيم وعلى ثقافة اللي نحنا، يعني ثقافتنا وقيمنا اللي تعودنا عليها، بظل كتير من المتغيرات، بظل المجتمع الافتراضي اللي فرض نفسه. صحيح. وأصبح يطغى على الواقع وعلى المجتمع الطبيعي، بظل كتير من المتغيرات، من الصعوبات ومن المشاكل اللي عم بتواجهنا، اللي عم تخلي كمان القيم عم تتعرض لها خطر. الحرب اللي واجهناها اللي هي كانت حرب موجهة لضرب ثقافتنا، كمان هذا واحد من الصعوبات الكبيرة اللي بتواجه مجتمعنا. فلذلك وما بالك الأم اللي هي على عاتقها، اللي احنا بنحملها كل المسؤولية. صحيح. انه مع انه المسؤولية مشتركة بين الأب والأم، لأنه تطلع الولد مدلل، الأم غنج أو معصبي، انت تربيتك هيك، تربيتك هيك. صحيح. لكن الحقيقة هي المسؤولية مشتركة، فإذا في عبء كتير كبير على الأبوين في التربية في هذا الزمن، في ظل مجتمع افتراضي ومقابل المجتمع الطبيعي والذي أصبح يطغى على المجتمع الطبيعي. يعني في قيم جديدة، في معتقدات جديدة، في ثقافة جديدة ينشرها هذا المجتمع الافتراضي، وبالتالي عم تحارب ثقافتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. هون بقى بدنا نكون كتير محتاطين وكتير واعيين ومتفاهمين كيف بدنا نحنا نوازن ما بين شيء ما عم نقدر نمنع عنه طفلنا حاليا، يعني لا يمكن حدا يقدر يمنع طفله انه يدخل على المجتمع الافتراضي، على الانترنت وعلى وسائل التواصل وغيرها. فاذا هون في مسؤوليه كثير كبيره على الاهل وعلى الجهات المختصه. نعم. يعني دكتوره، يمكن بكل فتره زمنيه كان في مثل ما هلا نحن عم نحكي عن التكنولوجيا واثارها بالتربيه، كل فتره كان في هاجس. صح. يؤرق الاهل، ولكن دائما المبادئ والركائز الأساسية اللي بتتشكل مع اللبنة الأولى لأطفالنا خلال 6 سنوات هي كفيلة بأنه تعمل مثل درع واقي. صح. رغم أي السنوات الكتيرة ورغم التجارب اللي ممكن يمر فيها. صحيح. شو هي الركيزة الأساسية اللي ممكن يعتمد عليها الأهل بأي جيل وبأي وقت لحتى يصير في عنا نهج تربوي صحيح؟ صحيح. درجة الأولى وعي الأهل، وعي الأهل كتير بنعول عليه بشكل كتير كبير حتى يكونوا واعيين لهذا الشيء، لهالأمر هذا وخطورته. بالإضافة عندي 7 سنوات الأولى هي الأساس، هي اللي بتزرع لي الأساس، هي بتوضع البذرة الأولى، وبنبدأ نأسس لقيم ولثقافة بتخص مجتمعنا وبنحافظ فيها على عاداتنا وتقاليدنا. فلذلك من السنوات الأولى مطلوب من الأهل أنه ما يتهاونوا أبدا، ما يقولوا أنه هذا صغير لسه ما بيعرف شيء، أو لحتى حتى نحن نقيم أعباء عنا ونرتاح نعطيه اللابتوب أو نعطيه موبايل أو غيره حتى يتسلى فيه، وهذا السلوك الشائع حاليا. فلذلك السنوات الأولى هي كتير مهمة. 7 الأولى بتبدأ يعني من السنتين تبدأ ذاكرة طويلة الأمد عند الطفل تخزن، فلذلك هي سنوات كتير أساسية ومهمة لنبدأ ننقل له هالعادات والتقاليد أو هالثقافة وهالقيم بشكل أشمل وبشكل أوضح. كيف بحنا بدنا ننقل له هالقيم وهالمعتقدات؟ هو طفل ما بيعرف شنو القيم ومعتقدات، من خلال السلوكيات، من خلال ممارسة السلوك المشترك قدامه لحتى نكون قدوة له معه نحن والطفل سوية. يعني كثير من قيمنا الكذب والحب والصدق والتشارك والكثير من القيم اللي احنا اصبح عم نشوفها حاليا مهدده، يعني صحيح. يعني بدات القيم المتناقضه، يعني الصدق يحارب الكذب، يحارب الصدق، ومنشوف كثير من القيم بدات يعني
تكون مهددة بالخطر. فلذلك هون نحن بدنا نشارك أطفالنا كتير مهدي. يعني أنا ما بقول لابني الكذب حرام حسب ديننا ومعتقداتنا، وانا كل عم كذب اكذب قدامه، اذا حدا اتصل قل له ما انه هون. فهذا الحكي يعني هون عملت شخصية متناقضة، عم تتصارع مع حاله واذيت انا هذا الطفل، ويعني اكيد هو رح يقلد هاي سنوات اللي انا بزرع فيه، وهو بالحقيقة بيكون عم يقلد الاهل. فهون انا لحتى ازرع هيك قيمة بدي انا اعملها حتى يقلدني وابدأ اتشارك معه، وهيك انا بزرع بحط بذرة سليمة وبعدين بتطرح ثمارة فيما بعد ما يصير سن النضج. الكثير من الأهل بيخلطوا بين، أو الغالبية خلينا نقول بتخلط بين موضوع التربية والرعاية. يعني إذا أنا عم أمن له كل احتياجاته وكل أموره أنا عم ربيه صح، لا هي مو تربية، هي اسمها رعاية، وهي يعني أنت مطلوب منك التربية اللي هي أنا بدي أنا أصقل وإنشئ شخصية قادرة على أن تعيش الحياة، قادرة على أن تكمل طريقة وتشق طريقة بالحياة خلال هالسنوات الأساسية اللي هي سنوات الطفولة اللي هي دون سنة 18. يمكن أشرتي لنقطة كتير مهمة دكتورة، الفرق بين الرعاية فعلا وتربية الطفل، ويمكن بخصوص طبيعة الحياة المعيشية اليوم عم تتطلب الكثير من الأهل يكونوا بأوقات طويلة بأماكن عملهم، بس هذا يمكن ما بيخلي المسؤولية، لأنه يمكن ساعة مع الطفل اليوم من خلال الحوار والمشاركة من كثير من التفاصيل بقدر أنا بزرع بعض هي القيم الأخلاقية. خلينا نحكي هيك بعض الأمثلة كيف فينا فعلا، خصوصا الأمهات يمكن اللي عندهم أولاد جداد اللي ما عم يقدروا يتعاملوا، بيقولك هيدا الطفل أو هيدا الجيل كتير صعب، ما عم نقدر نتعامل معه وما عم نقدر نضبطه حتى لو كان عمره سنتين. يعني عم تتفاجئي إنه بيكون فهمان، عقله بلش يتكون، في عنده كتير من الأفكار. صحيح. الحقيقة هلا عم نشوف نحن نمطين بالمجتمع، نمط من العائلات كتير متساهل بيأمن شو ما طلب الولد هو يعني مجاوب بيعطيه بيأمن له اللي بده اياه، ونمط آخر صارم، وبالتالي هالنوعين الآخر يؤمن أو يترك الولد على كيفه اعتقادا منه انه يتبع طريقة التربية الحديثة. لا، هي مو طريقة التربية الحديثة، هذا خاطئ يعني عند الأهل. واللي متمسك وصارم بكل شيء تلقين وما يعني بده يمشي وفق لعادات ووفق لضوابط شديدة، كمان هذه يعني انت ما عم تتمسك بعاداتك وتقاليدك وانت لا تربي صح، فانت كذلك هي طريقة خاطئة. نحن بدنا يكون فيه منطق وفيه حلول وسط بالتربية السليمة للأطفال. يعني أنا كتير الطفل شو بده الطفل، أنا بدي أمن كل احتياجات الطفل، مو الأكل والمشرب والملبس فقط، هدول احتياجات فيزيولوجية صحيح، لكن في أشياء الأمان الحب والأمان. أول حاجة أساسية للطفل هي الحاجة إلى الحب والأمان، الأمان العاطفي، بدي أمن له أمان عاطفي. لذلك أنا مطلوب مني كأبوين، مطلوب مني الجلوس مع الطفل، عبر له عن الحب. طيب تقلي أحد الأمهات إذا قلت له بحبك هو بيفهم، تقلي له بحبك وهذا طفل صغير، حسب طبعا كل عمر له طريقة، لكن الطفل بتقلي له أنا بحبك منك تحضني، التلامس الجسدي بينك وبين هالطفل هذا. بالإضافة إنه لأمن له الأمان العاطفي، الأمان العاطفي يعني كأبوين ما بيصير يكون في مشاكل أو تحلوا مشاكلكم أمام هالأطفال، هي تحل بمكان منعزل عن الأطفال، لأنه الطفل لما بيشوف الأب والأم اللي هن مرتع الأمان بالنسبة له عم يتخانق ورح يحس بالخوف والقلق، يحس أنه عالمه مهدد تماما. فهذا الأمر كتير بدهم ينتبهوا منه الأهل، أنه المشاكل تحل جانبا. جلوس مع الأطفال مثل ما قلتي لو ساعة أكيد الجلوس، يعني مع خاصة الأب الأم موجودة مع الطفل، ولو انه حاليا عم نشوف سلوكيات مختلفة للامهات بوجود وسائل التواصل، وبنرجع بننبه انه ضروري تكوني مع ابنك لحظة بلحظة ودائما المتابعة للطفل. والاب مطلوب منك ولو كان كل الوقت انت برا البيت وضغوط الحياة طالبة منك عملين وثلاثة لا تقدر تعيشهم، اذا رجعت ساعة واحدة انك تقعد مع هالطفل وتحطه بحضنك وتتقرب منه وتحكي معه، عم تعلمه على الحوار وعم توصل له امان كتير كبير
وعم توصل له اشياء هو كتير بحاجتها بدون ما انت تكون حاسس انه فعلا هالأهمية هي كتير ضرورية لهالطفل. اكيد. يعني دكتورة اليوم حديثنا يمكن غني كتير بمعلومات بتهم كل سيدة عندها اطفال. بالختام حديثنا النصيحة الابرز اللي بتحبي توجهيها. النصيحة اللي بوجهها للاهل الحب والأمان، أمنوا لأطفالكم الحب والأمان، لا تتركوا أطفالكم، خليكم قريبين من أطفالكم، وسائل التواصل كونوا دائما متابعين وخلوا يكون في متابعة من قبلكم، لأنه هي ممكن ما فينا ننسلخ عن الواقع، إجباري بده يعني بده يدخل بده يشوف ويتابع بس لازم يكون في مراقبة، لكن في مراقبة في آليات معينة ممكن يتعلموها كيف ممكن يتابعوا ابنهم من خلال دخوله على مواقع التواصل، وهيك بيكون يعني بضلوا تحت رقابته تحت عينهم، يعني ما بيروح لأماكن خطيرة بدون ما يحسوا. نعم. نشكرك الدكتورة تغريد مسلم أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق على وجودك معنا. شكرا كثير لإلك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة وأهلا وسهلا فيك.